معايا الآن عبر الهاتف سيادة النائب حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك. يا فندم ألف مليون مبروك، مش بس الفوز النهاردة ولكن حالة نادي الزمالك بشكل عام الفترة الماضية والتحسن الواضح في كل المنظومة. الله يبارك فيك يا أستاذ كريم، متشكرين جدا، وحقيقة مبروك لكل جماهير نادي الزمالك، ومبروك لمجلس الإدارة، مبروك للعيبة. ماتش مهم، هو ماتش من ماتشات الدوري أي نعم، ولكن ماتش له ظروف خاصة، ماتش الجمهور حقيقي بينتظر وبينتظر نتيجته بشكل خاص جدا، ماتش مهم لكل بقى عناصر اللعبه انها تكون محفز ان شاء الله للحصول على نتائج اكثر ايجابيه الفتره القادمه. انا حقيقي بشكرك على الكلام اللي انت قلته، انت يعني يمكن اتكلمت احسن ما احنا ممكن نتكلم ونقول قد ايه الدنيا كانت صعبه جدا وما زالت، يعني الدنيا برضو لسه مش سهله، وقد ايه كان في تحديات حتى لغايه فتره قريبه جدا الناس برضو معترضه على الصفقات ومعترضه على المشاكل المدرب المدير الفني و و و ودي عامه اللغه لما بيكون في اي عصارات، ولكن النهارده واحنا بنتكلم بلغه مختلفه شويه نتيجه الحمد لله الماتش الايجابي جدا، والماتش اللي فات برضو اللي كانت فيه ظروف كان ماتش رائع برضو حقيقي لعبناه امام الاتحاد. نقدر نقول دلوقتي لا ان في شكل معين كل شويه هذا الشكل بيظهر اكثر بوضوح شديد، الصفقات الجديده بتثبت نفسها اكثر واكثر، المدير الفني برضو بيثبت برضو ان هو راجل يعني عنده فكر، ومحتاجين ان احنا فعلا نديله الفرصه ونصبر عليه عشان ان شاء الله نجم الثمار بعد كده باذن الله. عارف يا دكتور حسام، انا امبارح حتى قلت انه الراجل دوت حتى لو كان خسر مباراه الاهلي، هو طبيعي الاهلي يكسب او الزمالك يكسب، هي مباراه قمه في كل الاحوال، بس المدرب جيد، فقلت حتى ان جمهور الزمالك يدعمه في كل الأحوال عشان واضح جدا أنه عنده أفكار، واضح أنه عنده حاجات في الملعب بيعملها بشكل كويس.